لحظات، بسم الله وعلى بركة الله تنطلق أفراس المستورد عمر 3 سنوات، فأكثر شوطة مفتوح الدرجات متنافسة من علامة الميل، انطلاقة سريعة هاي اون لوف على ما يبدو. تبدأ نشاهد هنا النصر لابن التميز مع محمد الدهم، تقود صدارة الأفراس في هذا الشوط، فيما المحاولات في المركز الثاني من هاي اون لوف مع عادل الفريدي، والمحاولات في المركز الثالث لابن الأحمر سيس فاكتوري ابنة العالم ذا فيكتور، تحاول التقدم مع لويس موراليس، نشاهدها في ظهورها السباق الأول، فيما الانطلاقة لا زالت مع النصل، تقود الصدارة ابنة العالم تميز. نشاهد هنا المحاولات من أحد الأسماء المرشحة وتركوين للإسطبل الأخضر، تتقدم للمركز الثالث، فيما أميزنج سبيد التي تشاطرها الترشيحات تتقدم للمركز السادس، تحاول الدخول أكثر وأكثر مع عبد الله الفيروز، ولا زالت النصل تقود الصدارة في هذا الشوط. ابن التميز مع محمد الدهام، المناطف الأخير، الأربعمائة متر الأخير، النصل وتركوين قادمة، ابنة العالم شمردال صاحبة 13 انتصار، ما شاء الله تبارك الله، تنطلق للصدارة والمركز الأول مع جوبرتو راموس يستحث للهروب أكثر وأكثر. تنطلق سولجر جير، تحاول الدخول على الصدارة، وتركوين تحسم النتيجة وتطير بجائزة الشوط الخامس. ألف مبروك الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز.